وإن كانت بمطلع تموز فهي صور طبيعية بالنسبة لأهالي البصرة، كونهم بعلاقة طردية مع السمك المزقوف، فكلما تزداد درجة الحرارة يكثر الطلب لتهيئة الأسماك كوجبة غداء لهب يحضرها أبو علي معانقا النار لثمان ساعات يوميا. سمكة تطول 3/4 ساعة، احنا سمشنا كله حي مطلع من الحوض، فما اقدر اطلع هسه مثلا عندي طلبات، انا عندي 4 سمكات على الثنتين ما اقدر اطلعهن هسه، على الوحده اطلعهن، فعندي طلبات خير من الله ان شاء الله، واهل البصره متوافرين بالسمك ويطلعون لو درجه حراره 70 تطلع العالم. معدلات ازدياد الطلب لا تقتصر على مهنة شوي الأسماك، فتمام الواحدة ظهرا في أسواق البصرة تجاوزت الحرارة 53 درجة مئوية، يقابل خلالها بائع الشاي لهب النار لتقديم الخدمة للزبائن أسوة بعمال تحضير الوجبات السريعة. يعني جالس الساعة 5 الصبح وحلين 9 بالليل 9:30، والله قلت ما أحس ما أطلع، يعني تعلمت بس شري جسمي طقك. عمل آخر بمواجهة النار يعد الأكثر مشقة، أفران ومخابز تفتح أبوابها دون استراحة حتى أصبح كاديرها لا يشعر بالتعب كونهم وصلوا حد الهذيان تأثرا بحرارتي الأجواء ونار التحضير. والله بدي ب 11 ونص، واحد ب 8 ونص، ب 9، والله استراحة ساعة هيك وارجع بتعود، بس بعد شو تسوي، هي العيشة حارة والحمد لله والشكر قادرين عليه إن شاء الله. الأربعة الفجر صبح، أنتي بثمانية ونص بالتسعة مساء، وهاي الوضعية مع الحر والبصرة جوها يختلف عن المحافظات، ما غيرنا تعلمنا عليه. على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي في البصرة، يبقى العمل مستمر بعيدا عن العطل الرسمية لأصحاب المهن، خصوصا تلك التي تتطلب معانقة النار بشكل مستمر. تضاعف الحرارة في هذه الأماكن أكثر وأكثر زاد من كفاءة العمل بالنسبة لأصحاب المهن الحرارية. من البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.